السلام عليكم. في الفيديو ده هيكون آخر فيديو لينا في الويب اتاكس. احنا المفروض اتكلمنا عن 4 توبك في الويب اتاكس اللي هما كانوا ثانية واحدة الكروس سايت سكريبتينج والفايل انكلوجن والاس كيو ال انجكشن وازاي تعمل التست اوتوماتيك بايدك والرابع كان ال SQL map ازاي تقدر تعمل تيست على ماي سيكوال بشكل اوتوماتيك. سوري هو ال SQL كان ده كان مانيوال وهنا كان اوتوماتيك. تمام، فاضل ان احنا في الفيديو ده نتكلم على حاجة اسمها البروكسيز ونفهم ايه البروكسيز ونجرب عليها. في بس حتة صغيرة جدا انا مقلتهاش قبل كده في ال SQL injection، فحولها بسرعة كده في 3 دقايق بالظبط ان شاء الله ونكمل موضوع البروكسي بسرعة كده. احنا لو رجعنا لنفس الفايل اللي هو احنا خلاص هنقول فاهمين كل ده، الحتة الوحيدة اللي انا ما قلتهاش اللي هي موضوع ال authentication بي باس او باي باس، اللي انت ازاي يكون عندك لوجن على موقع واللوجن ده يكون مصاب بال SQL injection، فبالتالي انا اقدر استغل الاصابة بتاعته دي واوصل للوجن على الموقع ده as admin كمان بدون ما يكون معايا اصلا الباسورد. ده موضوع الاوثنتيكيشن بي باس او باي باس في SQL injection. طيب في بس ايديت صغير هتضطر تعمله عندك على الميتا اسبلويتبل عشان الموضوع ده يشتغل معاك. انت لو اكسست الاي بي بتاع الميتا اسبلويت هيروح جاي يفتح لك الموقع بتاعهم اللي هو الجي في دبليو اي، بس اللوجن بتاعه هو مش فالنرابل. يعني لو جربت اللي هو اللي بتخش عليه بادمن وباسورد ده مش فالنرابل، لو جربت تعمل عليه اي سكيول انجكشن مش هتلاقيه يشتغل معاك. فبالتالي عشان تخليه فالنرابل ونقدر نطبق عليه المثال اللي انا بقول لك عليه ده، فانت محتاج تخش تقيس حاجة صغيرة بايدك اللي هي كالاتي. يعني انت تخش على cd/var، انا مش عارف الخط وضعه ولا هنكبر شوية كده ماشي، مثلا var3w. حلو، اعمل ls هتلاقي عندك فايل اسمه login.php، خش عليه بالادريتور اللي اسمه نانو، طيب login.php. حلو جدا، كل اللي مطلوب بس ان انت تعمله ان انت هتلاقي فيه كلمة اسمها البص اللي انا بتحرك عليها دي، اذا كنت شايف بقى الحركه بتاعتي او اللي هي اللي انا عملت عليها الشروط دي. السطر ده اللي هو اوله if is set وعلامه دولار اندرسكول بوست وما بين قوسين مكتوب كلمه لوجن، عليك ان انت تغير اللي تحت الكلام باللي ما بين السطرين البيض دول. يعني انت هتلاقي في سطرين بيض قصادك كده عباره عن هاشات، في سطرين بالعرض عباره عن هاشات، اللي ما بينهم ده لازم يبقى مكتوب عندك اللي هو اليوزر نيم بوست يوزر نيم والباس بوست باسورد والباس ام جي 5 باسورد، وبعد كده الكويري سيلكت ستار فروم يوزر واليوزر بيساوي اليوزر اند الباس بيساوي الباس، بعد كده تعمل كونكشن سو نيو ماي اس كيو ال على اللوكال هوست والروت زي ما انا كاتب كده بالظبط لحد الكونكشن كلوز، وهتلاقي في تحتيهم اف الريزلت نم فروز اكبر من زيرو لوجن سكسسفول. اللي مطلوب منك ان انت تتاكد ان ما بين كلمه اف واز ست بوست لوجن السطر ده وما بين السطر بتاع اف الريزلت اكبر من نم زيرو، تتاكد ان ما بين السطرين دول مكتوب الكلام اللي ما بين السطرين البيض. يبقى انت هتلاقي مكتوب عندك كلام، انت لو اكسست الفايل ده اللي هو جوه فار جوه 3w لوجن دوت بي اتش بي هتلاقي ان ما بين السطر بتاع اي ست بوست لوجن اللي فوق السطر الابيض ده والسطر اللي تحت السطر الابيض ده اللي هو اف الريزلت نام فروز اكبر من زيرو، لو بصيت ما بين السطرين دول هتلاقي في كلام مكتوب عندك مشابه للي مكتوب ما بين السطرين البيض اللي قصادك. انت عليك بس تشيل الكلام ده وتحط مكانه الكام سطر دول، الثلاث سطور دول والسطر بتاع الكويري والثلاث سطور اللي تحت، هما 7 سطور، 3 سطور وسطر في النص اهو، وبعد كده 3 سطور تانيين. ال7 سطور دول المفروض تحطهم ما بين ايه؟ ما بين if set post login وما بين
if الريزلت نمبر فروز اكبر من زيرو، لازم يكون ما بين السطرين دول في السبع سطور دول، فانت هتلاقي عندك كلام مختلف عن ده، فما بين السطرين دول تمسح كل حاجة موجودة عندك وتروح جاي كاتب السبع سطور دول. اتمنى يكون الموضوع واضح. كده بقى اللوجن بتاع الابليكيشن vulnerable فعليا. فروحت انا لو دخلت على فايرفوكس وكتبت في اليو ار ال الاي بي بتاع الماشين ويدخلني على الموقع، اللوجن اللي هتلاقيه قصادك بقت vulnerable لل SQL injection. هو معلش يعني نظرا ان انا مفيش قدامي فيرتشوال لاب خليك تاكسس عليها، كنت انا ممكن اظبط لك اللاب اللي انت حتست عليه، بس للاسف مش متاح قصادي الحل ده. فانت يعني الحل الوحيد اللي قصادنا ان انا اقول لك ازاي تقدر تخلي الابليكيشن vulnerable عشان تقدر تجرب عليه. فمعلش هي رخمه شويه، بس انت لازم تتعود برضو تفهم ازاي الحاجه بتبقى vulnerable. المهم عملنا ادمن وباسورد، خلاص اللوجن دي كده بقت vulnerable. طيب نرجع نفهم بقى هي ليه vulnerable. طيب نرجع بقى نعرض تاني نفس السطور اللي كانت عندي. ليه هي بقى vulnerable؟ عشان السطر ده الكويري انا بجيب اليوزر نيم من اليوزر، وبعد كده بجيب الباسورد من من الخانه بتاعت الباسورد، بعد كده الباسورد بشفره بال MD5، ده نوع معين من الانكريبشن وان واي. بعد كده بقول له في الكويري سيلكت ستار، يعني هات لي كل حاجه from اليوزرز، هات لي كل حاجه من التيبل اللي اسمه يوزر، وير ان اليوزر بيساوي اليوزر اللي اليوزر دخله، والباسورد بيساوي الباسورد اللي اليوزر دخله. طيب ده الكويري، وبعد كده الكويري ده بيحصل له اكسكيوت على الداتابيز. طيب ايه المشكله بقى في هنا؟ المشكله في هنا هي الحته دي تاني، اللي هي ايه؟ الموضوع اليوزر بيساوي اليوزر والباسورد بيساوي، ليه؟ عشان اليوزر علامة دولار يوزر دي هي بالظبط الانبوت اللي اليوزر دخله، فانا خدت الانبوت اللي اليوزر دخله ورحت سويته على طول بالباسورد، ما عملتش اي تشيك او اي فلترز ان الشخص ده ممكن يدخل كوماند غلط فيؤدي الى مشاكل في الابليكيشن او يديله صلاحيات مش موجوده. الحاجه بقى اللي انت ممكن تجربها امر صغير زي ده، انا ممكن نشيل دي كمان. حلو. الامر ده بقى معناه ايه؟ تعالى كده نكتب بسرعه اللي هم كانوا كاتبينه. بص هو قال لك ايه؟ الامر كان بيقول لك ايه؟ الكوماند يعني بتاع السكيول انجكشن كان بيقول لك سيلكت ستار فروم يوزر، هات لي كل حاجه من التيبل اللي اسمه يوزر، وير حيث ايه بقى؟ وير حيث ان اليوزر بيساوي اليوزر اللي اليوزر دخله، اند في نفس الوقت ان الباسورد بيساوي الباسورد اللي اليوزر دخله. ده الامر. يبقى هو هيجيب لك حاجه، هيجيب لك كل حاجه من اليوزر، وير اليوزر بيساوي اليوزر اللي الشخص دخله، والباسورد بيساوي الباسورد اللي الشخص دخله. طيب حلو الكلام. الفكره كلها بقى ان انا لو جيت كتبت حاجه زي دي هنا، بس زي ما قلنا كده نخلي دي ان هي موجودة مثلا ما بين دبل كوت عشان ده سترينج، ودي ما بين دبل كوت برضه عشان ده سترينج. حلو. الفكرة ايه بقى كلها؟ مش انا مرضيش احشيل اليوزر، المفروض مثلا اروح جاي كاتب ايه؟ حسن اليوزر يا عم اسمه حسن. طب والباسورد يا معلم؟ الباسورد اسمه 1 2 3 4 5. فالمفروض يبقى كده، يبقى هو هيسلكت ستار فروم اليوزرز، وير اليوزر بيساوي حسن، والباسورد بيساوي من 1 لـ 5. حلو جدا. المشكله في ايه بقى؟ المشكله لو انا جبت شلت اليوزر دي ورحت حطيت الامر اللي انا كنت كاتبه كنترول في بس. ممكن تقولي بقى ايه اللي اتكتب ده كده؟ تعالى نفهمها واحده واحده. سلكت ستار فروم اليوزرز، وير اليوزر بيساوي كوت اتفتح وكوت اتقفل، فكده خلاص. اور 1 equal 1. ليميت 1 انا ممكن اشيلها لك دلوقتي مش مهم. وبعد كده علامه الهاش. احنا قلنا الهاش هتعمل ايه؟ هتعمل كومنت لكل اللي وراها. حلو. ايه بقى ده بقى اللي بس الامر بقى بتاعي؟ سيلكت ستار فروم اليوزر، وير اليوزر بيساوي فاضي او 1 equal 1.
احنا قلنا ايه؟ ما دام في اور يبقى اور لو اللي قبليها صح او اللي بعديها صح السطر كله هيبقى صح، وما دام في اور 1 ايكوال 1 يبقى في جزء من الاور صح، يبقى التالي اللاين ده على طول هيديك ترو. ممكن ما تبقاش فاهم. طيب تعالى نأكسس ماي سيكوال بتاعتهم ونجرب الموضوع عليها. use dvwa بس انا جيت قلت له بس select star from users، طبعا لي المعلومات دي ان اليوزر ادمن واللاست نيم ادمن، اليوزر ادمن والباسورد بالشكل ده. حلو جدا. انا لو جيت قلت له بقى select star from users where، ماشي where ان اليوزر بيساوي، راح جاي مثلا كاتب admin حلو and الباسورد بيساوي، راح جاي مثلا بقى المفروض انا اكتب كل السطر الغريب ده بس مش هقدر اكتبه، فانا راح جاي دايس انتر هيقول لي empty. empty ليه؟ او خلينا نكتب الباسورد 1 2 3 4 5 امتي امتي ليه؟ اند عشان تتحقق لازم يكون عندك اتنين باسورد، سوري لازم اللي قبليها واللي بعديها يبقوا صح، فانت عندك اليوزر ادمن ده صح بس الباسورد من 1 لـ 5 ده مش صح، فبالتالي الجملة كلها بقت فولس، فعشان كده مرجعتلكش اي حاجة. طيب بتهرب ازاي بقى بالموضوع ده؟ الناس بقول لك اكتب الحاجه اللي انا عملتها، ان انت تحط كود كود، فانت عملت ايه؟ قفلت الكود الاولانيه وبعد كده تروح جاي كاتب ايه؟ اور 1 ايكوال 1 بس، وبعد كده تروح جاي عامل هاش عشان تعمل كومنت للورا. يبقى انت كل اللي بتكتبه في الاس كيو ال انجكشن هو كود عشان تقفل الكود الاولانيه اور 1 ايكوال 1 بس وتعمل هاش، فبالتالي الامر بقى بالمنظر ده. لما ادوس انتر بقى ايه اللي هيحصل؟ اوكي عشان كان في سيمي كولون، عشان بعد الهاش المفروض يبقى هنا في سيمي كولون. ايه اللي حصل دلوقتي؟ طبع لي كل الداتا. طب انا عايز اخد بس الداتا بتاعت الروت، تروح جاي كاتب ليميت ليميت 1، فهي بتطبع لك بالعدد اللي انت طالبه. ليميت 1 معناها يطبع لي حاجه واحده من كل دول اللي هي اول واحده، فدخلتني از ادمن. يبقى انا لما اجي اكتب كود اور 1 equal 1 limit 1 هاش كده هتطبع لي كل الداتا وتطبع لي اول لاين منها، فتطبع لي اليوزر نيم والباسورد بتوعه الادمن، فبالتالي الموقع هيعمل لي اوثنتيكيشن ان انا ادمن. يا رب تكون فهمت يعني. لو جربت بقى اعيد نفس الكلام، هنحط كوت عشان نقفل الكوت الاولانيه، وراح جاي له اور 1 equal 1 حلو الكلام، وراح جاي قايل له limit 1 اطبع لي حاجه واحده بس من اللي هتطلع واعمل هاش. اليوزر الباسورد اي بتنجان، انا كتبت بص باسورد غريب جدا، مش مهم انا مش هبص عليه عشان كل ده هيبقى كومنت. بص راجل بص بقى اللي حصل ده، قدر يدخلني على الابلكيشن. المفروض انت دلوقتي ادمن بس عشان انا بيطبع بس نصيا اللي انت بتكتبه، بنت دلوقتي ادمن، والدليل على كده ان انت لما بتدوس على الامر ده انتر قصادك طبع لك البيانات بتاعت الادمن فقط، فيبقى انت دلوقتي عملت لوجن از ادمن. طيب هو بس كده، ده يعتبر ال SQL injection. لو انت حبيت تعمل موضوع الفيروس او زي ما قلت لك دايما بتستخدم الحاجه دي، ممكن تحط هاش بتعمل كومنت اللي وراها، او تعمل اتنين داش بتعمل كومنت اللي وراها، ساعات ممكن يطلب منك سيمي كولون عشان تقفل الكوماند وتعمل داش او تعمل هاش، او سيمي كولون وتعمل ال تو داش دول. بس ده موضوع ال SQL injection، ازاي تقدر تعمل authentication باي باس عن طريق لو كانت اللوجن مصابة بالـ SQL injection. أتمنى تكون الحتة دي وضحت. طيب ممكن تسيرش برضو أكتر عليها لو أنت عايز تفهم الموضوع بشكل من دبس أكتر. تاني حاجة هنتكلم عليها هتكون موضوع البروكسي. تاني حاجة هتتكلم عليها تكون موضوع البروكسي. طيب ايه بقى هو البروكسي؟ البروكسي ببساطة انا هشرحهولك على هيئة رسمة كده صغيرة بحيث تديلك الفكرة على طول. بص الطبيعي اللي بيحصل، انا دلوقتي لو انت فتح البراوزر بتاعك
حلو، فاتح البراوزر بتاعك. طيب رحت عملت ريكوست لويب سيرفر معين، الويب سيرفر ده فلنفترض الويب سيرفر بتاع فيسبوك. فالمفروض اللي بيحصل ان البراوزر بيبعت الريكوست بتاعك للويب سيرفر، بعد كده اللي يحصل يروح الويب سيرفر وردد عليك بريسبونس وبعته للبراوزر. ده الطبيعي ان البراوزر هيبعت ريكوست للويب سيرفر، فالويب سيرفر يروح جاي بعت ريسبونس لمين؟ للبراوزر. في حالة البروكسي الوضع مختلف. ازاي بقى؟ ان البراوزر بتاعك هو بيبعت ريكوست بس ما بيبعتهوش للويب سيرفر، بيبعته لمين بقى هنا؟ بيبعته للبروكسي، والبروكسي هو اللي بيتولى ان هو ياخد الريكوست ده ويبعته لمين؟ للويب سيرفر. طب والويب سيرفر لما تبعت ريسبونس تبعته لمين؟ ما تبعتلوش للبراوزر، تبعته للبروكسي، والبروكسي هو اللي هيتولى العملية من هنا ان هو ياخد الريسبونس ويروح جاي يبعته لمين؟ للبراوزر. طيب ايه اللي ممكن تلاحظه هنا؟ ان البروكسي واقف في النص كأن اتنين متخاصمين ومش عايزين يكلموا بعض، فجاب واحد يصلح ما بينهم. فبقى احمد يقول لك كلام للشخص اللي بيصلح ما بينهم، والشخص اللي بيصلح ما بينهم يوصل الكلام لمحمد، يروح محمد عاطي الرد للشخص اللي بيصلح ما بينهم، والشخص اللي بيصلح ما بينهم يروح عاطي الرد لاحمد. فالاتنين مش بيتكلموا دايركت، في حد في النص هو اللي بينقل الكلام ما بينهم، وما دام هو واقف في النص وبينقل الكلام ما بينهم فهو بيسمع الكلام وبينقله للشخص التاني، وفي نفس الوقت ما دام هو بيسمع الكلام هو عنده القدرة ان هو يعدل على الكلام ويألف جمل من دماغه او يشيل جمل ويحط جمل تانية قبل ما يبعتها للشخص التاني. ده كده عايز يوقع ما بينهم مش يصلح ما بينهم. المهم فالبروكسي هنا واقف في النص، فدي مكنته من ان هو يشوف الحاجة اللي طالعة ما بين البراوزر وما بين الويب سيرفر، والحاجة اللي طالعة ما بين الويب سيرفر وما بين البراوزر. هو قدر يشوف الحاجة اللي رايحة ويشوف الحاجة اللي جاية ليه عشان هو واقف في النص ما بينهم، وبالتالي عنده القدرة كمان ان هو يقدت عليها، يقدت عليها ويغير البيانات اللي فيها. فلو انا لو البراوزر بعت لي الويب، بعت في الاتش تي تي بي هيدر ان اليوزر نيم مثلا حسن والباسورد من 1 لـ5، فدول وصلوا للبروكسي، راح البروكسي بعتهم للويب سيرفر، الويب سيرفر عمل البروسيسنج عنده وعمل المقارنة لقاهم ان هو صح، فراح قال لي لوجن سكسسفول، بعت الكلام ده للبروكسي، راح البروكسي بعت لوجن سكسسفول للبراوزر، وبالتالي انا دخلت. طيب في سيناريو تاني، ان مثلا انا بقى انا في البراوزر كتبت اليوزر حسن والباسورد من 1 لـ5، راح الطلب ده جالي البروكسي، البروكسي دلوقتي عنده القدره ان هو يشوف اليوزر نيم والباسورد وكمان يضيف عليهم، راح عمل ايه؟ راح خلى اليوزر حسن وخلى الباسورد من 1 لـ8، راح ابعت الريكوست ده للويب سيرفر، راح الويب سيرفر عمل البروسيسنج بتاعه وعمل الماتشنج، لقى ان حسن الباسورد من 1 لـ5 والباسورد اللي جاي له بتاع حسن من 1 لـ8، راح قال لي لوجن فيلد وبعت الكلام ده للبروكسي، راح البروكسي راح بعتت لوجن فيلد للبراوزر. رغم ان انت عملت من على البراوزر نفس المحاولتين الا ان انت خدت ردين مختلفين، عشان البروكسي عنده القدره ان هو يأدت، انت اللي بتأدت بنفسك. انا فرضت السيناريو الاولاني ان مفيش حد بيأدت في البروكسي، افترضت السيناريو التاني ان مثلا يعني في حد وحش في السكة فده عايز ما يخلكش تلوجن على الموقع ده، فدايما يغير الداتا بتاعتك. دي كده فكرة البروكسي. مكتوب ايه السطر ده؟ give you the ability، بيدي لك القدرة to edit and view، عشان تعدل وتشوف الداتا the data، يبقى بيدي لك القدرة عشان تعدل وتشوف الداتا قبل ما تبعتها للويب سيرفر، وكمان قبل ما الويب سيرفر يبعتها لك. فانت واقف في النص ما بين البراوزر وما بين الويب سيرفر، كل حاجة رايحة وجاية ما بينهم بتشوفها، تقدر تعدل عليها وتقدر تعمل فيها كل حاجة، او تقدر تعمل لها دروب ان انت تمسحها مثلا، كل حاجة تقدر تعملها. طيب من ضمن بقى البروكسيز المشهورة من ناحية البلوجينز مثلا، عندك تيمبر داتا، دي بلوجين موجودة للفايرفوكس. تنزلها ازاي؟ الموضوع بسيط جدا، اقف على الـ3 شروط دول، خش على ادوانس، ومن ادوانس في سيرش قول ادوانس، اكتب بس مجرد تيمبر داتا ودوس انتر، عشان بس مش متصل بالنت هروح جاي يجيب لك على طول اول واحده او تاني واحده اسمها تيمبر داتا. هتدوس من على اليمين هنا كلمه انستول، وممكن تعمل ريستارت للبراوزر فتلاقي تيمبر داتا نزلت عندك، واول ما تدوس على تولز اللي فوق دي تلاقي تمبر داتا موجود بالمنظر ده.
ولو دوست عليه هيفتح لك ايه المنظر. انا هخليك تتعامل معايا دلوقتي. من ضمن برضو البروكسيز التانية اللي ممكن تستخدمها، لو دخلت على ابليكيشن، دخلت على ويب ابليكيشن سكاننج، هتلاقي عندك بيرب سويت، دي برضو تعتبر بروكسي او بتستخدم او من ضمن استخدامات انها تستخدم كبروكسي. بالتالي برضو ويب سكراب ده ممكن تستخدمه كبروكسي. بالتالي برضو واسب زاب ممكن تستخدمه كبروكسي. ففي بروكسيز كتيرة جدا ممكن تستخدمها، بس للسهولة كبداية فيعتبر التمبر داتا حاجة سهلة جدا وبسيطة جدا. طيب ازاي بقى اقدر استخدم تمبر داتا؟ الموضوع ببساطة شديدة، ان انت مجرد تفتحه وتدوس كلمة ستارت تمبر، وانا مثلا مش هنا بعمل لوجن، اروح جاي دايس كلمة لوجن. ايه اللي حصل دلوقتي؟ ما دخلنيش على الويب سايت. بص لو بصيت فوق على الشمال كده هتلاقي في كونكتنج وعماله تلوب وهتفضل الى ما لا نهايه لو انت ما خدتش اي اكشن دلوقتي. اللي بيقولك دلوقتي ان انا يعني لقطت ريكويست، لقيت ان البراوزر بيبعت ريكويست عايز يروح للاي بي ده على الصفحه اللي اسمها لوجن دوت بي اتش بي. تمبر معناها يعرض لي الداتا ويوريها لي. رحت انا دوست تمبر، قال لك اهو، قال لك الشخص ده بعت الهوست ده طبعا عن طريق اليوزر ايجنت ده بلا 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 شويه معلومات، ودي الكوكي بتاعته كان رايح للبيج دي، وبيبعت لها اللي على ايدك اليمين ان اليوزر نيم ادمين والباسورد باسورد واللوجن لوجن. لو انا دوست اوكي هروح جاي اعمل ايه؟ باعت الريكوست ده زي ما هو، انا ما عدلتش عليه. ممكن بعد كده تشيل علامه الصح دي عشان ما يعملش اي كابشر للداتا، وتدوس كلمه سبمت. فكده معناه ان هو بعت الداتا. ايه اللي حصل؟ دخلني على الموقع. حلو جدا. طيب تعال نطلع ونعيد نفس السيناريو بشكل مختلف. اروح جاي دايس ستارت تمبر، واروح جاي دايس عمليه اللوجن تمبر. هو لو دوست اوكي هيروح جاي مدخلني على الويب سايت ويديني صفحه الاد. زي ما بقول لك عندك كود انا تتقدر على الداتا، انا كتبت رحت شلت باسورد دي، كتبت من 1 2 3 4 5 ورحت دوست اوكي وشلت دي ودوست سبمت. ايه اللي حصل؟ قال لي لوجن فيلد، عشان انا عدلت على الداتا اللي مبعوته للسيرفر وغيرت في القيمه بتاعتها، وبالتالي قال لي لوجن فيلد. طيب ازاي برضو ممكن تستخدم البروكس؟ انا وريتك ازاي تنترسبت الداتا او تعترض الداتا وتقدت عليها. من ضمن الحاجات اللي برضو ممكن تعملها وتبقى لذيذه، انت لو دخلت على دي في اي سكيورتي، لو بصيت هنا هتلاقي ان انت بيكون عندك ثلاث قيم، يا لو يا هاي يا ميديوم، وانا هخلي مثلا لو. فانت هنا بيكون عندك ثلاث احتمال. هل تقدر تحط احتمال رابع؟ لا، بس عن طريق التمبر داتا تقدر تحط. ازاي؟ ان انا لو عملت تمبر وتدوس سبمت ودوس تمبر، قال لي ان انت دي بقى شوت الهيدر بتاعك ودي الحاجه اللي انت هتبعتها، ان السكيورتي لو والسكيورتي ليفل سمت سو سمت. انا ممكن ساعتها اروح جاي شايل دي واكتب هاي، او اشيلها واكتب حسن وراجع جاي السبمت. فانت حتى لو هو حاطط لك ليميت في الابليكيشن ان انت ما تستخدمش غير الثلاث حاجات دول، لا ممكن يكون عندك القدره كمان، يعني دي كده بتقيدك ان انت ما تقدرش تستخدم غير الثلاث دول. لا، عن طريق البروكسي فانا بتعامل بقى دايركت مع الاتش تي بي هيدر، فبالتالي اقدر اديت اي حاجه تعجبني. طيب ممكن تعمل ايه تاني لو دوست ستارت تمبر ودلوقتي الحامل سبمت اللي هو هاي؟ فالمفروض لو كملت وشلت دي كده وخليته يبروسس عادي جدا هيخليني هاي الابليكيشن. طب رحت شغلت البروكسي تاني ستارت تمبر ودوست سبمت، المفروض لما يخلص يروح جاي يدخلني على هاي. انا ممكن اروح جاي شايل هاي وكاتب بدالك كلمه لو. ايه اللي هيحصل بقى دلوقتي؟ وشلت دي وقلت سبمت، قال لي السكيورتي ليفل بتاعك لو. فانا اقدر اشوف الداتا اللي رايحه واللي جايه، اديت عليها، اغير كل القيم. دي بتساعدني في ان انا اكتشف فولنربيليتيز. مثلا لو انا لقيت قدامي ما قداميش غير تكست بوكس واحد، فده اللي ممكن اجرب عليه. هل في مثلا في كروس سايت سكريبتنج؟ هل في سكيول انجكشن؟ وانا مش عارف اجرب على دي. فازاي تستخدم البروكسي؟ البروكسي ساعتها ممكن تجرب بقى حاجات من كده، يعني تلعب بقى مع الاتش تي بي هيدر. تروح جاي داخل تمبر، جرب هنا بقى انت تقول له مثلا لو داش، هل دي مثلا بتعاني من السكيول انجكشن ولا لا؟ وتروح شايل دي وداش سبمت. فانت بعت له قيمه هو مش متخيلها، فانا مش بيعاني. هو هنا قال لو لو خليها لو، لو ميديم خليها ميديم، ولو هاي خليها هاي، واي حاجه إلس خليها هاي. فبالتالي الكود بتاعه هو مهندله بشكل كويس. طيب ايه باور تاني ممكن نعمله عن طريق البروكسي؟ موضوع الكوكي. انا قلت لك انت ممكن تسرق الكوكي من الشخص، ولو فرخنا على ستورد هتخليني زي ما انا. اوكي
كي عشان عاملين السكيورتي هاي. فالحاجة زي ما قلت لك، بص دي كويس ان هي جت لنا اهي. لما عملت السكيورتي هاي بقى بيطبع الكود بتاعك على اساس ان هو تكست، مش على اساس ان هو كود. في حالة ان انت لو دخلت على ها لو ودوست سبميت ودخلت على اكسس ستور، هتلاقيها طبعت الحاجة كأنها كود. المهم ده الكوكي بتاعي بتاع الادمن. طب انا دلوقتي بقى لو دخلت عن طريق برايفت ويندو، فدي حاجة عموما لو دخلت بيه على الصفحة دي هتروح جاي مدخلني على لوجن. فلو دخلت عليها تاني هتدخلني على لوجن، دخلت عليها تالت هتدخلني على لوجن. ليه؟ عشان انا مش عامل لوج ان. انا اقدر بقى استخدم موضوع التمبر ده والكوكي في ان انا اخش كادمن. ازاي؟ ان انا مثلا اروح جاي ماكسس البي اتش جي، عمل لي تمبر فتح لي اهو، قال لي انت مش بعت اي حاجه ودخل بالمعلومات دي، دخل بالكوكي اللي مش موجود. انا لو شلت الكوكي ده رحت حطيت الكوكي بتاع الادمن ورحت دوست اوكي، ايه اللي حصل؟ مش عارف. انا نجرب تاني، في حاجة هبلت شوية. اوكي تعالى نشغل تمبر ده تاني ونختار كلمة لوجين، فراح عمل لها تمبر. تخش تشيل الكوكي ده وتأكسس تحط الكوكي الجديد وتدوس اوكي. مش عارف ايه. طب تعالى نتأكد تاني ان الكوكي صح. كنترول سي، فكده خدت كوبي للكوكي. حلو، اروح جاي داخل هنا الاول بس اقول له ستارت تمبر، فكده بدأ يعمل تمبرينج. واروح جاي داخل على الاي بي، حلو، واروح جاي داس انتر، قال لي تمبر، قلت له اوكي. شيل الكوكي، حط الكوكي الجديدة بتاعت الادمن، دوس اوكي. حلو جدا، هو مهنج او حاجه زي كده وممكن بتاع غلط. المهم اديني انا سرقت الكوكي بتاعه الادمن، وعن طريق البروكسي اللي هو تمبر داتا قدرت اعدل على الداتا بتاعه الكوكي واشيل الكوكي بتاعتي اللي انا اعتبر كاني جست للابلكيشن، شخص ضيف على الابلكيشن فمالوش اي صلاحيه، واحط الكوكي بتاعه الادمن. فيروح جاي تحت قايل لي ان اليوزر نيم ادمن، فانت عملت لوج ان كاني ادمن. انا ما كتبتش لا باسورد ولا يوزر نيم، بس انا سرقت الكوكي بتاعه الادمن، وانا باكسس الابلكيشن رحت شلت الكوكي بتاعتي وحطيت الكوكي بتاعه الادمن. فبالتالي الادمن تعرف عليا على اساس ان انا الادمن، فبالتالي يعني الويب ابلكيشن تعرف على اساس ان انا الادمن وعمل لي لوج ان از ادمن. اعتقد هو بس كده، يعني مفيش حاجه تانية ممكن اقولها لك في موضوع البروكسي اكتر من اللي انا قلته ده. ان انت تفهم ان البروكسي عندك تمبر داتا ده مثلا، وازاي تقدر تنستوله، بتعمل له ستارت عشان تراقب الترافيك اللي طالع واللي داخل، حاجه زي كده. ممكن لو جاي يعمل لها تمبرينج وتدوس اوكي، ولو مش عايزه يعمل تمبرينج تاني فبتدوس تشيل علامة الصح وتدوس سبميت. ممكن تقف برضو على اي واحدة من دول، هتبين لك الريكوست. فالريكوست الاولاني انت رحت قلت له هات لي مثلا اكسست ده، وقلت له مثلا هات لي الموقع ده، راح هو عطالك قال لك ستاتوس اوكي، فمعناها ان اوكي يعني قدر يوصل لك الموقع. يعني هنا بيبقى الريكوست اللي انت بعته، وهنا بيكون الريسبونس بتاع الابليكيشن. هنا نفس الموضوع، ده الريكوست وهنا ما ردش عليك بحاجه، ده الريكوست وهنا ما ردش عليك بحاجه، وهكذا. ممكن برضو تلاقي في موضوع تمبر هتدوس دي وتدوس سبميت، تخش مثلا في موضوع اللوجن. حلو جدا، المفروض كل ده بيعمله. لو دخلت على 200 او نعملها تاني، اعمل كله كلير ويطلع، واعمل كلير تاني واعمل ستارت تمبر واعمل لوج ان، مش مهم سبمت بس. فلو دخلت على البيانات دي هتلاقي ان من ضمنها ان انت اهو اكسست مثلا الويب سايت ده عن طريق الكريدنشال بتاعتك زي الاولاني ده، سوري. فرحت قلت له ده الهيدر اللي انت بعته له، وبعت له تحت في الداتا ان اليوزر نيم ادمن والباسورد وباسورد اللوجن لوجن. فراح قال لك اوكي، وراح مثلا بعت لك الكونتنت اللي هي ال HTML اللي تعرضت قدامك. فبالتالي يعني هنا بيعرض لك بس الريكوست اللي انت بعته، هنا بيعرض لك الريسبونس اللي انت بعته. تقدر تدوس على اي حاجه وتعرض مثلا مرتين كده، وتروح جاي داخل على الداتا بتاعتهم تأديت مثلا اللي انت عايزه.
فيجالك دول تديت على الفاليو او الادمن او الحاجه اللي انت عايزها، وممكن تبقى عندك قدره ان انت تبعتها تاني. اعتقد كليك يمين، في ممكن تبعتها تاني او تاخد كوبي او حاجه زي كده. وريتك ازاي تقدر تستخدم البروكسي في ان انت تشوف الداتا وتأدت عليها زي ما عملنا في الدي في دبليو، انت تغير السكيورتي، او ان انت في البدايه خالص لما قلت لك ادمن وباسورد خليناها بعد كده ادمن وباسورد 1 2 3، فخلينا لوجن فيلد رغم انه كتب المعلومات صح، عن طريق ان انت تغير الكوكيز، فلما تسرق كوكيز من حد او تعمل لها ستولين يعني، فبالتالي تقدر تستخدم البروكسي في ان انت تشيل الكوكي بتاعتك وتحط الكوكي بتاع مثلا الادمن، فتعمل لوج ان از ادمن. بس اعتقد كده كفاية يعني، المفروض بكده يبقى احنا خلصنا الجزء بتاع الويب اتاكس، اتكلمنا فيه عن 5 توبكس يعتبروا، اللي هم الكروس سايت سكريبتنج والفايل انكلوجن والاس كيو ال انجكشن والاس كيو ال ماب وموضوع البروكسيز. اتمنى يكون الحاجات دي كلها اتفهمت. الكروس سايت سكريبتنج لازم تبقى عارف ان في منها نوعين، الريفلكتد والستورد، وتجربهم بايدك كويس. الفايل انكلوجن لازم تكون عارف برضه ان في منها نوعين، اللي هو اللوكال فايل انكلوجن والريموت فايل انكلوجن، وتكون عارفهم كويس وفاهم الفرق ما بينهم. الاس كيو ال انجكشن برضه يعتبر في منها نوعين او اكتر كمان من نوعين، الاس كيو ال انجكشن العاديه والبلايند اس كيو ال انجكشن. انا ما شرحتش البلايند عشان تعتبر ان هي اوت اوف سكوب ان احنا نتكلم عليها دلوقتي، بس خليتك تعمل الموضوع كله مانيوال بايدك. رابع حاجه اتكلمنا عليها كانت الاس كيو ال ماب، وجربنا ازاي نتست اليو ار ال بتاع الويب سايت او نتست الفورم اللي جوه بيج معينه من الويب سايت، ووريتك ازاي تريتريف كل الداتا من الداتابيز عن طريقها. والاس كيو ال ماب بتغطي الاثنين، الاس كيو ال انجكشن العاديه والبلايند اس كيو ال انجكشن. اخر حاجه اتكلمنا عن في الاس كيو ال برضو اتكلمنا عن موضوع الاوثنتيكيشن باي باس، واتكلمنا عن موضوع ازاي تريتريف داتا. اخيرا موضوع البروكسي، فهمتك يعني ايه بروكسي وازاي تقدر تشوف الداتا وتأدت عليها، تغير الكوكيز بتاعتك او تغير اي داتا تانية، بحيث مثلا انت ممكن تتست الفيلد ده في الويب ابلكيشن. بكده المفروض يكون خلص الموديول بتاع الويب ابلكيشن. برضو لو عندك اي سؤال في اي جزئية اسأله، هو التوبيك ده يعتبر كبير واحنا مغطناش فيه حاجات كتيرة بسبب ان هو يعتبر مجال لوحده في حد ذاته. ممكن تسيرش عليه اكتر، تجمع معلومات عنه اكتر، وتطبق الاتكس اللي عملتها بايدك اكتر. تخش على اواز بتشوف مثلا التوب 10 vulnerabilities اللي موجودين فيها، تحاول تسيرش عليهم، تمارس بايدك كتير. ولو وقفت في اي حاجة ممكن تسألنا، حتى لو حاجة احنا مشرحناهاش او حاجة اوت في السكوب اللي احنا اتكلمنا عليها برضو ممكن تسألنا فيها. ممكن انت تذاكرها مع نفسك وتسألنا فيها لو في حاجة مش فاهمة. ان شاء الله فاضل لنا تقريبا زي 3 موديول بس في الكورس. الموديول الجاي هنبدأ نتكلم عن الباسورد اتاكس، واللي وراه هنتكلم عن البوست اكسبلويتيشن، وربنا يكرم بقى ونحاول نشرح الادفانسد اكسبلويتيشن. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده، وان شاء الله اشوفكم في الموديول الجاي اللي هو موديول رقم 8 باسورد اتاكس. شكرا والسلام عليكم.